فالإخوانيون في مصر صار لهم رئيس، وما بلغ ما بلغ إلا بمعصية بعد معصية. المعصية الأولى يوم ثاروا في الشوارع وخلعوا ونازعوا وقد نهوا عن هذا. الثانية أن اقترعوا، وهم ما اقترعوا على رئاسة، اقترعوا على نبي الله، نطيع أو لا نطيع؟ هذه لصناديق الاقتراع حقيقة. قال نبي الله: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. فلما النبي يقول إنا والله لا نولي هذا العمل للإمارة أحدا سأله، يعني أنت لما تحط اسمك في الصناديق هذا ليس سؤالا، اسمع، أو حرص عليه، يعني لو لم تسأله فبدا منك الحرص لا نوليك. يعني لو جلست هكذا حزين أمين مسكين وعلم من علم أن ما تريدها فلا تعطاه ولو لم تسأل، فإذا بدا منك حرص جنبناكها وجنبناها إياك. واضح أخوان؟